طيب خلينا نبدا المحاضره بتاعت النهارده بالمشاكل بتاعتنا بتاعت الشوطات اللي هي اللي فاتت. في مشكله عند ساره بتقول لي مهما عملت ريندر ما مش راضي يعمل ريندر. فانا بقول لها دلوقتي قبل ما انا قلت لها هسجل المحاضره ان انا الاول بجيب بخلي دي بدل ما هي كاميرا، يعني هي الفايل بتاعها وهي عامله لي شير كان عامل كده. فانا لما باجي اعمل تشيك اروح جاي هنا اهو مخلي ده برسبكتيف. طب ليه يا ساره؟ عشان ابص الانفايرمنت بره عامله ازاي؟ هل انت عامله هنا باك جراوند؟ انت قافله المكان هنا؟ اول حاجه اللون الابيض بتاع الانفايرمنت ده يا ساره، انا ممكن اجي من قائمه فيوز وتسنيم اه يا دكتور، فيو بورت باك جراوند واخليه هنا جريدي. دي مش هتاثر على اي حاجه، انت عايزه تخليها بلون ابيض بلون اسود لون اللايت اللي انت عاملاه او لون اللي هو الارضيه بتاعت الماكس زي ما تحب. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انت خدت بالك يا ساره انت مش عامله هنا ظهر، يعني انت سايبه الدنيا هنا مفتوحه، واحنا اتفقنا ان احنا نخلي مش الدنيا عاملة اربع هنا تربع ايه الظهر اللي هي القفله. عشان اشوف. طب ما نكبريه احنا لحد ما ما خلينا ناخد كده، احنا هنكبر بس الموديل زي ما احنا خدناه في الشوط الاخضر، لكن لما نيجي ناخد الكاميرا في عندي وظيفه اسمها كليبنج، كليبنج دي اللي هي بتقطع الحيط. خدت بالك؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ تعالي هو نحكم انا من حاولت هنا. اطور الاسطوانه دي بس ما ظبطتش معايا، بس ده بعد ما ما انا هقول ازاي بقى؟ انا هاجي الاول هنا كده اقول له فيل اللايت والكاميرا عشان لما اجي امسك الكتل بتاعتي اللي هي دي كده اهي، انا همسك دي فقط واجي هنا كده من موديفاي واروح جاي قايل له اعمل لي هنا اديت ميش مثلا. هو الكلام ده مش صح، ده الكلام ده انا بظبط الايه الشوت او الكادر، لكن البديل الصح ان انا اروح امسك الكاميرا واعمل لها وظيفه اسمها كليبنج، هناخدها يا اما النهارده يا اما بدايه المره الجايه. بص يا حاج، ياخد دي كده واروح جاي مكبر دي كده، فاهم؟ تمام. تعالى وانا زي ما انت عايز. بسجل بس طبعا بسجل، ما عشان كده ايه بعملها واحده واحده. بس خدي بالك انت كده في الشوت انت مجرد بالعاميه كده انت بتقيفي الكادر، وده غلط، انت بتبوظي الكتله نفسها ومقاساتها. لما هنيجي ناخد الكاميرا يا ساره في وظيفه من جواها اسمها كليبنج، كليبنج دي بتخلي الكاميرا تبص وتقطع الحيطه من غير ما تقطع ومن غير ما تسمح الاضاءه اللي بره تخش جوه والعكس. تمام طيب حاجه ليدي كده واروح جاي واخد الحيطه اللي موجوده هنا اهي تختفي او دي او اي حيطه او اي شيب او اي اوبجكت انت تختاره. حلو، ليه؟ عشان اسد الناحيه الثانيه اللي هي دي، عشان ما اسمحش لو انت عامله اضاءه خارجيه تدخل جوه. خلي بالكوا تاني عشان تحسب اضاءاتك صح لازم الشكل بتاعك يكون متقفل اربع ارباع وسقف ارضي. هاجي هنا واروح دايس حرف السي عشان تبقى كامل. طيب تمام كده لسه ما عملتش تشيك ولا حاجه. هاجي كده واروح جاي اعمل هنا رندر. حلو، الدنيا ضلمه. تعالى بقى نشوف كده صح. تعالى نشوف بقى اللايت اللي موجود. فين هو اللايت؟ ادي اللايت اهو. انت حاطه لايت ايه يا ساره من جوه؟ حط لايت ورا الدايرة دي وعاملاه بمش. اوكي، تعالي كده، يعني انت جايبه اوبجكت وعاملاه ايه؟ عاملاه مش لايت صح؟ اللي اللي هو هو ده. الصغنن ده، طيب في حاجه بقى، انت حاطه المشايه داخل الكتله، يعني بص دي الكتله بتاعتك اللي هي دايره ايه صح، وحاطه المشايه بتاعتك جواها، يعني انت مش سايبه فراغ ما بين الحيطه دي ودي، مش فاهم يعني. تعالي قديمي دي كده شويه اهي، شايفه؟ واحنا اتفقنا المره اللي فاتت انت ممكن تعملي ديسك لايت بدل ما تعملي مشايه، هي مش لايت لو انت فاكره اعمل ايه؟ ديسك لايت. بدل مش ايوه، ايوه اوفر اوفر في الخطوات. وهاجي هنا كده هي معمول لها اكسترود، لا الاكسترود بتخفخ قوي، فهاجي اخلي دي كده اخليها واحد مثلا، حاجه بسيطه يعني. وهاجي هنا كده واروح جاي اعمل هنا برضه كح. تعال نشوف هنا الكاميرا، ممكن تكون الكاميرا داخله في كتله اللي هي دي. لا مش داخله في الكتله، تعالى نعمل هنا كده موجه بيها التنين سلكت كاميرا تارجت، او سلكت ده التارجت بتاعها سلكت كاميرا اهي كده ننزل. تمام، تعالى نشيل بقى اللايت اللي هو بتاع المش لايت اللي انت عاملاه اللي هو ده، وفي الغالب ممكن تكون هي المشكله منه. زي ماسك دي كده اقول له جريد واقفه هنا كده اقول له سمحت انا محتاج لايت، ودي هنا دي راي، ودي هنا اخد
دي لايت، وراح جاي واخد من هنا بدل مش لايت، راح جاي واخد ديسك لايت. هو عباره عن شكل دائري مضيء اهو. مش عارف انت سمعت المحاضره وعرفت الفرق ما بين كل واحده والتانيه؟ اه ولا ايوه انا كنت حاضره المحاضره اللي فاتت قريت. خلي دي كده، دي الشنطة اهي، وأجي هنا وأغير اسمها. مش هخليها ظاهرة قوي من جوه، يعني خليها داخلة من جوه المراية أو داخلة من جوه الشكل الدائري اللي هو اللي بره اللي هو ده. وما تنسيش تعمليه أي صار، تعمليه تو سايدد. إيه الماتيريال اللي هي الإيفكت اللي هو طلعي دي يبقى تو سايدد، لا تاني يا دكتور كده. يعني هاجي من أوبشنز واجي اقول له لو سمحت خليه ينور قدام وورا، يعني هو بينور مطرح الايفكت بتاعه من الفرونت سايد، خليه بالباك سايد ده. يعني هاجي كده كده، واعمل هنا ريندر على الستاندرد بتاعه. هو انت الستاندرد بكام؟ حطاله 30 اوكي، وهنزوده دلوقتي. يعني مثلا ممكن اخليه مثلا هنا 200 واعمل ريندر وش. اه هنا كده، واروح جاي اعمل هنا ريندر. وانا عشان كده المرة اللي فاتت عملت دوم لايت دوم لا كده. لا لا، من غير ما تعمل الدوم لايت احنا عايزين نشوف هي اصلا ما بتنورش ليه. هل يمكن تعال نشوف السيتنجز بتاعتها، ممكن تكون هي مش عامله خطوتين اللي هي بعد لما كانت مسافره الخطوتين اللي هم بتوع الريندر. عاملاهم وارد كلهم يعني، تعالي هنا كده انا ما تشيك عليهم، ادي جراي. هنا دي ري ودي باكيت ودي 8 ماشي، ونشوف الجامعه هل هي مشغلها اه ولا لا. لا نسيتها، عليك امتحانين يا ساره اهي. لا كنت عاملاها وبعد كده ما ظبطتش برضو فقفلتها. اوكي تعالي كده، واجي هنا الجي اي، ودي ريدينت رايت كاش، ودي هنا ريلي لو. وخلي بالك ممكن تطلع نفس الحركه بتاعت ان الفايل فيه مشكله ولازم نعمل فايل امبورت ميرج. خلي بالك هو عامل كده معايا فايلين اتنين مش فايل واحد، ممكن افتح التاني بعد شوية برضو. دايما دايما. استنى كده، خلي كده مثلا، ودي ما بتحصلش كتير قوي، فهاجي هنا كده واعمل ريندر. طيب حلو، نعمل ايه احنا بقى في الحركه دي؟ الكلام ده حصل معانا في نفس المحاضره اللي فاتت بالظبط. يعني انا هاجي اعمل هنا فايل سيف اهي، مش عارف الفايل اعتقد يا اما بتاع تسنيم يا اما بتاع ايمان. فهاجي هنا كده اه، هاجي اعمل هنا إيمان فايل مش اه بتاع ايمان. ان هو كان بعد ما عملنا كل المحاولات في ظهر الماتيريال اللي هي بتاعت الشارك دي، دخلناها فايل جديد واشتغل. فايل امبورت هنا ميرج، هو فين موجود فين يا ساره؟ هو ده لا في الديسكتوب. لا برضو ذا باك ذس باك باك. ذس باك عادي يا دكتور. طب هل هاتيها انت، ديسكتوب تاني؟ هاتيها انت. طيب تعمل معاك الماوس، طيب اوكي تمام، سيلكت اول. مش هعمل اي حاجه، هكروس دي كده، وهتيجي هنا هدوس حرف السي بالكاميرا بتاعتها بكل حاجه، خد بالك. وهاجي اقول له هنا كده شو سيف فريم اهي، خد بالك. وهاجي يا دوبك هظبط السيتنجز اللي هي العاديه بقى اللي احنا اتفقنا عليها وخلاص احفظناها. خلي دي هنا كده باكت اهي، وهاجي هنا كده مابنج. لو سمحت خليها لي انا هادي المفروض كده. لما بيطلع لي اول شوت ببدا اغير بقى في الجامعة، بس انا اصلا ما طلعليش اول شوت. هاجي لي كده، لا دي خليها هنا كده، دي اوريجن ودي لايت كاش، ويجي خليها هنا كده لو او فيري لو. وهاجي هنا اللايت كاش، هخلي دي هنا كده مابنج، خد بالك. واجي اعمل هنا رينج، وكده في حاجه عندي بقى. طب ابعتي لي مش الفايل بقى يا ساره، ساره ابعتي لي الفايل. طيب تمام. طب ممكن اوريك الفايل التاني؟ طيب يا دكتور ابعتي لي بس الفايل ده عشان ما نسيبش اللي فيه. كده يا دوبك انت بعتيلي الفايل وانا عملت ريندر على ما هو فيه.
كده انت في عندك مشكله، يا اما في الماكس يا اما في تفصيل، ويا اما في مشكله ما في الفيري. انا ما عملتش حاجه، عشان كده قلت لك ابعتي لي الفايل. خدي بالك يعني، انا رحت عملت فايل اوبن ورحت عامل ريندر من غير ما حتى ابص ولا اعمل سيلكت حتى. يا دوبك دلوقتي انا لسه هعمل سيلكت اهو، انت معايا في سنين، وال 200 اه اللي يا انا كنت دكتور، عاملها عندك دلوقتي على جهازك هروح اخليها مثلا فرض 50 فقط. حتى انا عايز الشوت بتاعي يبقى كله لونه احمر، همسك كل ده واخلي هنا درجه اللون الاحمر، لون الكتله عندي كروات فقط. بصي، ما اعرفش ايه المشكلة عندي بقى. ما انا عايزين بقى نعمل تشيك عندك على ايه، يا اما تعملي ابديت لكارت الشاشه، يا اما تشوفي كده في ايه عندك كده. يعني تعملي اي اوبجكت تاني او اي فايل تاني وتنوريه. عملت كده الفايل اللي بعده، في فايلات بتنور وفايلات لا، يعني انا كان عندي مشكلة في فايلين. هتبعتي لي الفايل التاني برضه نفس القصه. طب ثانية يا دكتورة، ابعت لك الفايل التاني كمان. يلا وانا مستني. دي كده تمام، فيها مشكله؟ ما هو انا كنت لسه بقى هبدأ اغير في حاجات في اللايت وحاجات زي كده، يعني المفروض اول ريندر بيوريني محتاج اغير ايه. طب بصي، ابعتي لي الفايل عشان نبقى متاكدين ان في حاجه عندك، وابتدي ننقش جوه المشكله اللي عندك. ما هو عشان كده انا بقول لك ايه، لازم تعمل تشيك الاول عشان ما تقعديش تلف حوالين نفسك حوالين شيء مش موجود. كده في المشكله عندك انت، هنفتح بقى اي اه فايل من الفايلز ونبتدي احنا نجرب عليه، مش مشكله. مش عايز يعمل خالص، حتى دخلت عملت دلوقتي حالا تاني هقعد تتكلم برضو. لا طب ابعتي لي بس الفايل التاني قبل ما الفايل اروق، تعمل شير او انت تبعته لي تاني على حسب. بعته على الواتساب، اوكي، السرعه دي. يعني هو بيتبعت عشان هو تقيل شوية. طب روعة، هتعملي شير يا روعة قبل ما يتبعت؟ اه ماشي. تمام، قولي يا روعة بقى ده في ايه؟ إيه لما بعمل ريندر المراية مش بتعكس الإضاءة، يعني طب بتبقى استنى، مظلمة كده. هروح جاي انا بقى اعمل تشيك على ايه؟ دي اللي انا قلت لك عليها، وعملت لك على 200 سخامه، وقلت لك تقريبا الانفايرمنت فيها مشكله. طب انا هقفل دي، وانا لما هاجي ابص يا تسنيم هروح طالع من قائمه ريندرنج على انفايرمنت. هقفل ده كده اهو، واجي اقول له هنا على قائمه ريندرنج اهي، يخش هنا على انفايرمنت اهي. طب والله دي فيها. طب اوكي، تعالى بقى نشوف في ايه بقى هنا المشكله. طيب كده اهي، دي المفروض اللي هي السان لايت، انت مكبرها عشان الشادو يختفي صح؟ اه عشان يبقى اوكي. فايدة كده. طب حاجة، بص بقى هنا كده على زاوية المراية، دي المراية بتاعتك اهي، المفروض دي اللي هي اخر جزء، ادي روتيشن اهو، هقلل الروتيشن ده كده شوية، وهاجي هنا كده بموف، اروح جاي هنا كده ايه، وضامنها عندك على الشكل، وهاجي اعملها هنا ري سكيل بحيث انها تبقى نفس الايه القد بتاعهم بالظبط. خدت بالك؟ يبقى انا زنده. بس واضح من المرايه، دي السما بانت، خدت بالك؟ بس السما نفسها مكتومه، مش عارف شايفاها ولا لا. طب انا مظلمة هروح شوية. اعمل السما فين؟ هروح جاي بص عندي على حاجتين، اول حاجه ارتفاع السورس اوف لايت من الارض اللي هو ده، وابص على الجاما، وبعد كده ابص على الاكسبوجر. يعني هاجي هنا كده ريندرنج ريندر سيت اب، كلام صغنن عندك اهي، واجي هنا كده اخش من جوه في ري اهي، واجي اقول له لو سمحت دي باكيت تمام، واجي من تحت خالص اقول له هنا ادي كلر مابنج، ودي ادفانس، ودي كذا، ودي هنا كلر مابنج اند جاما. تمام، وانت حطها 1.3، يعني انت قافله الاضاءه شويه منها او بنخليها معتمه شويه. ماشي. تاني حاجه هروح جاي عندي هنا كده اشوف السايز مالتي بلاير والانتنسيتي بتاعت الشمس. اجي هنا كده موديفاي اهي، واقول له ده انت مخليها 2 وشويه كمان، دي قويه جدا. وهنا 64. ايه ده؟ اي شايف السكاي موديل؟ اول حاجه الجراوند ده اللي هو خط الارض ده المفروض يكون لونه ابيض او اورنج على حسب الايه المشهد اللي انت عايزاه، الساعه كام، او غروب او شروق او بالليل او الصبح. دي حاجه. هنا مديني كذا موديل للسكاي، انت عايز شكل السكاي تكون عامله ازاي، الستاندرد بتاعتها اللي هي ايه. اي واجي هنا اقول له هنا ريندر كده ايه، هنا كده، يعني هو بيديني 4 او 5 اختيارات لشكل من اشكال السقف.
بس برضك هنا مقفولة، مش عارف انت شايفها اه ولا لأ. هي تقريبا افتح شوية. يعني حاجة بسيطة، هقفل دي كده شايفها واجي ابص. الشمس اه ممكن اتجاه الشمس ممكن تجاه الشمس وارتفاعها من الارض كمان. انت بالظبط. حاطه هنا ادي الكلاود بتاعتك اهي، تمام. وممكن امسك من اهو دي كده الشمس سورس اوف تقريبا لايت، فين؟ اه اطلع بيها شويه واجي اعمل هنا كده رندر. برضه صورة. وانت هو عملت تخيل السكاي لوحدها والسن لوحدها ولا الاثنين بقيت سوا؟ عملت السن وبعد كده عملت السكاي من لا ما ينفعش، منتج. لا ما تنفعش، لازم الاثنين، هما الاثنين معمولين سوا، لينكد سوا. يعني انت لو دي لوحدها ودي لوحدها زي ما انت حصل معاكي كده. لو انت فاكره في اول شوط احنا خدناه في اللايت لما جينا عملنا سكاي لايت لوحدها وجينا عندي كتسليم عملنا سان لايت، قلت لك لازم اعمل ريبليس للسما الجديده بالقديم لو حد فاكر. الجديدة بالقديمة اه يعني انت لما أيوة. حضرتك تيجي تعمل هنا كده ادي اللايت، واجي هنا كده ادي الفي ري لايت، واجي اعمل هنا صن يري صن لو انت خدتي بالك يا ساره، واعمل نفس الكادر عادي مش مشكله. سواء هيقول لي هنا انت عايز فيري سكاي انفايرمنت، اه لو سمحت. هيقول لك خلي بالك انت عندك واحده، اه اعمل لي ليها ريبليس عشان الاثنين يكون لينكد سوا مع بعضهم. خدتي بالك كده لما هتيجي ترفع دي كده وتعيد التظبيط هتلاقي تظبيط السيتنجز، يعني حضرتك هتيجي تلاقي عندك هنا الاضاءه كل ما الشمس بتعلى كل ما انت عندك اللي هي منظر السحاب ايه بينور اكتر. بس هي واضح برضك ان هي مكتومه صح؟ مش مش دي دي قفلت اكتر مكان الشمس ولا ايه؟ نازلة قوي قصدي. لا هي مش نازله، هي مش على الارض يعني حاسة ان هي يعني كأنها جايبة خالص. غروب مش نهار. طيب يبقى احنا كده عندنا حاجه من اتنين، يا اما هرفع الجاما يا اما اروح ازود اكسبوجر، تحب ايه؟ مش نجرب الجامعة وبعد كده لما نعمل بص رندر نجرب اكسبلور. حاجه كده اهي، واجي اخلي دي كده هنا اهي، خليها مثلا 1.8 مثلا. ايه ده؟ خدت بالك اللي حصل؟ ايه بيعمل left لوك على مين؟ left what left وعامله لوك، يعني انا واقف هنا وهو بيرندر لمين؟ left هقفل دي كده هقول له لو سمحت اعمل لوك على الكاميرا، فين الكاميرا اللي هي دي؟ طب هو ازاي جايب الشوت؟ هنشوف بقى. نجرب الاكسبوجر مثلا. لا لا بس برضك مش المفروض انها تكون منظر السمك، يعني ما اكونش معتمه كده. طب وهاتي الفايل صح؟ طلعت المشكله فين بقى عند رواء؟ ان المرايه نفسها كماتيريال هي اصلا المشكله فيها ايه؟ المفروض ان انت لو عايز تعملي مرايه، مرايه بتيوز اسود ريفلكشن ابيض نعم والبريزم دي بتشيله اشد بس. وصلت؟ تمام. عرفتي عرفتي بقى يا ساره عشان انت قلتي لي الواحد بياخد طاقته ازاي؟ كل ما تقدري تمشي ورا والله يا دكتور المشكله. كنت عايزة أقول من بدري إن المشكلة في الأعداد يعني انت بتاعت قدرتي المراية بس ما رضيتش. يعني ليه ما رضيتيش؟ ليه؟ انت كده قدرتي أنت تحللي أكيد وتقدري لأ. توصلي للمشكله. انت دلوقتي كده ابتديتي ان انت تحلي وتوصلي للمشكله، ما هو ده المطلوب.
مش المطلوب انت ما انا تاخدي حاولت كورس. احل المشكله بتاعتي كتير قوي، بس برضو مش ظابطه بص يا لدرجه صاحبي، ان انا اللي عندي مشكله بقى. ما هي مش ظابط، ما فعلا كده طلع عندك انت في الجهاز مشكله لدرجه ان احنا ممكن نشيل الفي ري ونحط ننزلها في ري كام؟ لو سته ممكن يكون تقيل مش قادر يرندر يعني مش ستة. طيب. ممكن تكون المشكله في الفي ري نفسه، لان انا مجرد ما خدت الفايل عندك وعملت له ريندر اشتغل. خدي بالك؟ خلي بالك انت كده قدرتي. بص مش المهم ان احنا ناخد كورس، بقدر ما احنا مهم ان نقدر نحلل هي المشاكل اللي احنا فيها ونحلها، وفي ما هو النهايه لو نطلع. طلعتش قدامي مش هعرف انا المشكلة عندي ولا في اللاب. تمام، ما احنا هنعمل ايه بقى؟ كده هيدلك يا اما هتغيري نسخه الفي ري يا اما هتشتري جهاز جديد، وفي الغالب هتغيري نسخه الفي ري او فريق. طب اغيرها ازاي برضه؟ هجيب لك في ري تاني اقل، يعني مثلا في ري 5 او اي نسخه في ري وتبتدي تشتغل عليه. هجيب منين؟ هبعتها لك. هتبعتها لي وهنسطبها؟ اه هنشيل ستة يعني حضرتك عارف هنشيل ستة ازاي ونسطب خمسة ازاي؟ عشان مش عارفة ده اول حاجه، بس ده بيتني امتحان زياده. تطلع. بس يا دكتور وين فين؟ طيب هي معلش خليكي معايا، هو ده اعتقد ده ولا في ري كام صار؟ لا في ري 2 صار؟ بيتو طارق. هو ده صح؟ ايوه يبقى كده برضك الفايل حتى لما انت جيتي عملتي له ريندر كان بيطلع الفايل التاني اللي انت بعته لي اهو، كان بيطلع عندك اسود. النتيجه عندك لما انا ما عدلتش اي حاجه خالص غير ان انا عملت ريندر. خد بالك؟ يبقى احنا كده في عندنا مشكله. وبرضك عشان حتى زمايلنا اللي بيسمعوا المحاضره، لو انت عندك في ري مثلا 6، خلي بالك احنا اتفقنا ان 6 تقيل. يعني ايه تقيل؟ يعني وانت بتتعاملي معاه بتحط ماتيريال بتحط لايت، هو بيحط الحاجه اه، لما تيجي تعملي ريندر هو مش شغال، البروسيسور بتاعك او الرامات او كارت الشاشه ورماتها مش قادره تظهر او تعمل بروسيسنج للشغل بتاعك. طب ايه هو الحل؟ زي ما انا قلت لك كده، ايه صدمتك قبل ما ايه قبل ما اسجل الفيديو؟ يا اما هتبتدي تجيبي في راي اقل، ودي حاجه سهله، وننزله ونسطبه، يعني تكلفتها بس الوحيده ان انت هتزيدي 5 امتحانات زياده بس، او ان انت تروح تجيبي لاب جديد. طبعا ان انت تنزلي نسخه في راي بتبقى احسن. سكت يعني، انت هربتي ولا ايه؟ تمام يا دكتور ميسي. خلاص كده بقى فاضل عندك ان احنا نعمل تشيك عندك على الجهاز بس. طب اتشيك، طب اعمل شير. طيب هتعملي شير اه، بس استنى نشوف بقيه الايه المشاكل اللي عندك. لا قولي لي طيب يلا خش على بعضها. روى انت بعتي لي حاجه يا روى ولا ده قديم؟ إيه، لا ما بعتش. اوكي تسنيم، عندك مشاكل ولا حاجه تسنيم؟ يا دكتور، هو بس الرندر وقت الرندر بيكون المكان كله اسود ما عدا شكل اللايت عادي. طيب ويلا اعملي شير او ابعتي لي الفايل، شوف انت تحب ايه. كنا احنا عملنا ايه؟ هي في اللايت، فكنت انا جيت هنا وكده ورحت انا واخد نسخه تانيه كده من الكادر بتاعي اهو عشان الحيطه، نفس اللي احنا عملنا فيه الميش لايت او اللي هي الفي ري ميش لايت ماتيريال. هكليك يمين واقول له سيلكت اللايت اللي هي الكاميرا تارجت، ورحت واخد الزاويه عندي على الحيطه كده، وجيت بصيت هنا وكده بص للكاميرا. طب عملت انا هنا ايه؟ رحت انا جاي عامل هنا ده شيء، يعني حاجه عامل مثلا ريكتانجل كده. حتى ساعتها قلت لك انا ظبطت واحد، وبعد كده هبتدي ان انا اروح اعمله على الكل، لو انت فاكره يا ساره او حضرتي معانا أيوة اهو. وحضرتك هتيجي كده اهو، هو ده ده الشيب بتاعك اللي هو ماله ده قبل ما اتحرك بيه اهو. الت كيو يعني مفيش غيره، يعني بعمل ايزوليشن واعمل اخفي كل حاجه ما عدا اللي انا ماسكه. هاجي لصاحبنا ده كده واجي اقول له لو سمحت انيبل ريندر انيبل فيو بورت، ومش هتفرق معايا ان انا احوله او ما احولوش، ده هيبقى الاوبجكت بتاعي، بس هخليه هنا انيبل ريندر واديله ليه ثيكنس كده. ثيكنس اهو ده تخين قوي، فهاجي اخلي السته دي اخليها مثلا هنا 2 اهي، لو انت لو حد منكم شايف، والاثنين دي هخليها مثلا فرضا 3. انا بتكلم على العرض، ثم هروح جاي واخد منه نسخه تانيه كده، ده البرواز، هروح جاي واخد كده يا ساره نسخه تانيه ورا. ماله ده؟ هقول له لو سمحت خليه لي راديال مثلا. اوكي، عشان يبقى ليه تكنس كده، يبقى عامل زي اللمبه الفلورسنت حوالين الشكل. انا في اللايت بتاعي مش محتاج اشوف السورس اوف لايت، انا محتاج اشوف البلو اللي على الحيطه بس. طب التكنس ده مناسب؟ هكليك يمين كونفرت تو، واقول له هنا ايه حوله لي بول. ايه اللي حصل عندك انت بقى؟ عشان كانت ساره مش فاهمه، قبل ما انت تعملي هنا انيبل ريندر كده كان هو خط وحولتيه فولي،
اه انت معايا؟ صح. اه فهمت. اه، في حاجه كده كليك يمين كونفرت تو، حوله هنا ايه؟ ادي هنا فوق. خلاص ماشي، خلصت. حاجه اقول له لو سمحت روح اعملي هنا ماشي لايت يا ساره. ساره انت زوقت فين يا ساره؟ ايوه اروح دكتور. جاي هنا ادي هنا الفيري لايت اهي، وهاجي اقول له لو سمحت اعملي هنا ادي مشايه وحركه دي سون لاك. بعد كده اجي هنا كده من موديفاي واجي اقول له لو سمحت اعملي هنا بيك ماش، وهاخد الشكل ده كده ماشي بالقوه والشكل واللون، مش قصتنا دلوقتي. خلصتي هروح جاي ماسك صاحبنا ده كده واجي اقول له هنا جي. ليه؟ عشان تقدر نكرمهم ونكرمهم كمان انستنس كمان. الاول هشيل الايزوليشن من تحت اهي، ثم حاجه اقول لك هنا كده هرجع بيه ورا كده. اه بس خدي بالك ده احنا عكسنا، المفروض اللي على الحيطه هو اللي يكون الناحيه الثانيه، شايفه؟ عادي مفيش مشكله، انا ممكن اعمل له ميرور، ممكن اعمل له هنا روتيت 180 درجه لو حد فاكر. ايوه انجل سلام كده 180 درجه اهي، وحضرتك تيجي تعمل هنا كده ايه؟ روتيت. ماشي شكرا. وراح ماسك دي كده وراح جاي ورا كده. دكتور، احنا وبرضك عملنا لها روتيت. اه عملت لها روتيت 180 درجه. خدي بالك اهي. المفروض ان دي الحيطه اهي. شايفه؟ اللي هي دي. هذا الفراغ اللي ما بين الحيطه والشيء. انت معايا ولا فين؟ اهي. اتاكد بس ان احنا مش داخلين في حيطه. اه تمام. حلو؟ وقبل ما انا خلاص هعمل اي حاجه اروح جاي هنا كده واخد نسخه اثنين ثلاثه، وفيهم انترسكشنز او فيهم تقاطعات. واحنا ليه دخلناها جوه الحيطة كده؟ لا ما دخلتهاش جوه الحيطه، انا خليتها قريبه من الحيطه كان هي فعلا متركبه عليه. انت معايا ولا فين؟ الحيطه اهي. اوكي تمام. اوكي خلصت. ابتدي ان انا ايه، ابتدي ان انا كوبي بقى اصحابنا ده كده ايه كلهم. كنسل، امسك دولت دولت بس، وهاجي هنا شيفت وجاي واخد نسخه بقى اثنين بدل ايه بالانترسكشنز اللي انت محتاجها. هاجي هنا كده واروح جاي اعمل هنا رندر، وممكن اخش فوكست على ايه، على الجزئيه دي كده. اعمل هنا بصي، يبقى انت اولا انت ما كنتش حابه تنوري اللي هو شكل الفريم اللي بره، البروازه مش عايزه ينور، انا عايز الفراغ بس اللي حواليهم بس هو اللي ينور. بس طبعا ما ينفعش نعمل ديسك للمربع بصي صح؟ نعم، ما ينفعش نعمل ديسك لايت للأشكال المربعات. لا ما ينفعش. الديسك لايت هو عباره عن شكل دائري. وصلت؟ مثلا طب ماشي، انا عايز اسيب ايه فراغ بيعمل؟ اكبر. خلي بالك الفراغ بردك عليه افكت وعليه عامل، وبردك خلي بالك السيتنجز القليله عليها عامل بردك، ان انت تحط السيتنجز بتاعتك ضعيفه ده بيبقى عليها عامل بردك مهم في اللي هي تظبيط الاضاءه. بصي ممكن انا اعمل هنا ريجن مثلا على حته بدل ما نستنى الكل ستوب اهي. بص عامله ازاي؟ حد منكم ابتدى يقرا الريندر قبل ما يخلص؟ قبل ما يحفظ اه قبل ما يخلص يعني، ما قبل ما يحفظ قبل ما يكمل. قصدك اشوفه اعمل ستوب على طول ولا ايه؟ اه او انا كل شوية بص كده شايف الايفكت عامل ازاي؟ يا ساره ايوه يا دكتور رواق. ايوه طيب بص، حد شايف شكل الايفكت ده عامل ازاي كده؟ احنا اتكلمنا في الموضوع السب ديفيجن لو حد فاكر، ايوه والمحاسب وعائله المحاسب وهكذا، ان انا كل ما بجود اجي ازود السب ديفيجن كل ما تقسيمه البكسلات الواحده بتزيد، كل ما الحسابات عندك بتبقى ادق، فالرياليتي بتاع الايفكت نفسه بيبقى احسن. طب انا هخلي الصوره دي كده زي ما هي موجوده، وهاجي هرفع السيتنجز تاني وهوريك شكل الاضاءه المختلف بقى، او الايفكت نفسه بتاع الاضاءه هيبقى عامل ازاي على الحيطه. بص انا هطلع هنا كده ادي ريندر سيت اب اهي، وهاجي اقول له لو سمحت الريزولوشن بتاعي خليهولي، هحط هنا اللوك واجي اقول له انا عايز نفس القصه بس خليه ده 2000. خلي بالك انا ما حطيتهاش 4، قلت عشان ننجز بس ونشوف الايه عشان الوقت. وهاجي هنا كده جوه الفي راي اهي، وهخلي دي بدل 8 هخليه هنا 24. 24 اللي هي السب ديفيجن. وهاجي هنا راديانس رايت كاش، وهخلي دي بلاش هاي هخليه هنا ميديوم، وهاجي واحنا اخلي عايزين دي هنا كده نغيرها ليه؟ 1500 يمين الريزوليوشن بتاعت عشان الكواليتي بتاعت الصوره تبقى كويس. الكواليتي اللي هي مقدار او عدد البيكسلز اللي هي المربعات المكونه لاي صوره. يعني طب كده بس هتبدأ تاخد وقت أطول. هتاخد طبعا،
وبعد كده سب ديفيجن، تقسيمه كل بكسلايه في الحسابات اللي احنا خدناه المره اللي فاتت او يمكن المره اللي قبلها. أول مرة اللي فاتت. وما تنسوش اللي هي البي ريدي نويزر عشان النويز اللي موجود على الحيط. تمام، وأنا دكتور مش هحل المشكلة اللي عندي بقى. هنحلها طبعا. بص كده شكل الايفكت، شوفيه اختلف ولا، بس استني انا هعمل لك مقارنه للصوره اللي قبلها. اولا هو الوقت بيبقى ابطا، بس دقه الحسابات بتاعت الاضاءه المباشره والغير مباشره اعلى، وفي نفس الوقت الرياليتي بتاع الايفكت بيبقى احسن. انا هسيبها مش هطفيها، ممكن اقفل الريكورد بس عشان ينجز، هو هينجز خلاص. بس بصي دي الصوره القديمه اهي، انا عملت مقارنه بس، ودي الصوره الجديده اللي هي لسه بتترمر. بص الايفكت بتاعك على الحيطه دي تقريبا خلصت، ففي يعني ده السموثنج او النعومه بتاعت اللايت جايه عامله كده، خدت بالك؟ الايفكت نفسه اختلف. طب اختلف فين؟ فانا رحت عامل مقارنه من شويه قبل ما اسجل ما بين الصوره دي والصوره اللي قبلها. دي الصوره اللي قبلها، بصي بصي الصوره كانت عامله ازاي؟ الصوره اللي فاتت، بص دي الصورة اللي هي لسه بترندر اهي. لحد معايا يا ولاد ولا فين؟ معاك معاك يا كده. دكتور. طب معلش يا سارة، انا حاسس ان انت مش بالع موضوع اللي هي الريزوليوشن، عشان انت سألتي يا اما انت يا اما رواء مش فاكر من شوية، اللي هي الريزوليوشن وعندك سب ديفيجن. الريزوليوشن هي عبارة عن عدد البكسلز يا رواء اللي هو المكونة لأي صورة، اللي هي المربعات الصغننة. طب السب ديفيجن تقسيمة كل بكسلية من دول، وكل ما التقسيمه زادت كل ما دقه الحسابات زادت بتاعت حسابات الاضاءه، كل ما الرياليتي او افكت اللايت بان اوقع زي الاصل زي الحقيقه. انتوا معايا ولا فين؟ تمام. وبرضك لو محتاجين ان انا اتك عليها تاني وعاشر قولوا لي وانا اشرحها تاني. بصي عامله ازاي؟ بصي كده عامله ازاي؟ بصي حتى مقدار الجلو بقى قد ايه، بقى واقعي كمان اكتر. خدي بالك مش بتكلم في المربعات، انا بتكلم في المساحه اللي هو مغطيها بالجلو. ايوه بالظبط. وصلت؟ ايوه ده في زتونه في الحته دي، مين يحب يعرفها؟ مش هدبسكم بقى صايم. هقول لك بص، لو انا حبيت اروح اعمل شاشه مضيئه، لوحة إعلانات، خلي بالك من ضمن الحاجات اللي أنت ممكن تطلب منكم شغل اللي هي شغل المعارض، اللي أنت تعملي اللي هو البوست بتاع المعرض أو اللي هو شكل تكوين المعرض، فبتبقى فيه لوحة إعلانات، بتبقى فيه شاشة عرض وهكذا، والكلام ده بيجيب شغل يعني فلوس حلوة أوي كتير. أعمل شاشة مضيئة إزاي؟ أو تلفزيون إزاي؟ واللي هيجاوب هشيل له امتحانين من قدام العنب. أعمل أنا شاشة مش بكتب. مضيئة. خلي بالك مش بتكلم على موديلنج، خلاص انا بتكلم على اضاءه. يعني يا دكتور، يعني اعمل حاجة دلوقتي ديزاين وبعد ترى كده انت عندك اخليه تلفزيون؟ هو مضيء؟ انت ايه؟ عندك تلفزيون؟ طيب لو قصدك انت البيكسلز بتاع ال لا لو انت طفيتي كل النور بتاع الريسبشن وسبتي التلفزيون، مش الريسبشن هيبقى فيه جزء هينور. منه منور؟ ايوه طب انت جيتي وقفتي جنب التلفزيون شويه، مش هتحسي ان في حراره طالعه منه؟ بالظبط. انا عايز اعمل ده. تعالي 001 مثلا، مش هي نفس فكرة مش ولا مش عارف قولي. اتوقع ديسك هو احنا مش نورنا اوبجكت المحاضرة اللي فاتت او دوم؟ ماشي، بس فين الصورة بتاع التلفزيون؟ هو ماتيريال. طب يعني اعملها ماتيريال ولا لايت؟ هو الاحسن ماتيريال. يلا الله يقولها احسن درجتين من صوت. انا شايفة لايت ماتيريال. طب ما انتوا واخدين بالكم، اللايت هيمسح الماتيريال والماتيريال مش هتنور. انا بقى عايز اعمل ميكس ما بين الاثنين، طب ما هو يعني مثلا ماتيريال لايت الصورة. بتنور. بص انا كده كل اللي انا احط بكتب لايت بعمل سيتنجز جدع، زي سيتنجز المراية. يبقى شكلك كده هتشال من عليك اتنين اساينمنت واخصم من صاله درجتين. كملي كملي وانا معاك. ها أنا مش عارفة هنعمل ايه في الماتيريال طب يعني. بص دي الكتله بتاعتك اهي، فايند كورت ميرج، وجبت اللي هي شاشه التلفزيون وجبتها بره.
بس خدي بالك انت قبل بس ما تدخليها جوه تعمليها جروب عشان ما تتفرطش مع كل شويه. واروح جاي اعمل دي كده اهي، واروح جاي ده انا اهي. يعني قصدك كمان ندخل اللايت في ماتريال؟ والت كيو هاجي هنا اهو كده، واجي اقول لو سمحت انا عايز من هنا في اللايت، واجي هنا كده يا حاجه ساره هاخد ري لايت اهي، واروح جاي عامل هنا بلاي لايت هنا اهو على قد مقاس قيمه التلفزيون، مش عارف حد شايف ولا لا. ايوه ده يا دكتور اللي انا قلته عملناه المحاضرة اللي فاتت، بس كملي بقى قولي لي هعمل ايه. ندوس على ماتريال التلفزيون، الشاشة بتاعت التلفزيون اللي هي لا ازاي اهي، واجيبها كده بس خدي بالك ما تبقاش غلصانه اهي كده اهي، شايفه يعني اخليه في انفيزبل. ملي ولا حاجه. طب هعمل انا ايه بقى كده؟ اعملها انفيزبل على نقلل الريفليكشن بتاعها. لا ده هي كده هتبقى عباره عن شاشه مضيئه بس اهي، يعني انا ما عملتش حاجه غير ان دي هتبقى فيها نور، وده الكلام ده مش صح. لا والله ده انا عايز احط فيها صوره. اكتر برنامج بتحبوا تتفرجوا عليه او بتكرهوا تبصوا عليه ايه؟ وبتقفلوا التلفزيون لما تيجي تشوفوه. ها الأخبار ماشي، مين في الاخبار؟ ها والله الأخبار عموما طب اكتب مين؟ طب اي حد، اي حاجه مشهور. أي حاجة. إيه أنا مش سامعة حاجة، مثلا مش عارفة هو إيه اجيب، السؤال يا دكتور؟ مش سامعة. عايز اجيب اي صوره اعلانات، يعني هجيب مثلا بيبسي. هات أنيميشن. أيوة بيبسي. بيبسي ايوه خلاص، واجي اجيب من هنا. بس خلي بالك ما بيبقاش فيه اعلانات بيبسي في التلفزيون، خلي بالك. فانت بتدوري على حاجه مقنعه. في إعلان ايه كوكاكولا، هقول لك، هجيب هنا اجيب. لكن أنا مش تحت. لا انت بتجيبي حاجه من اللي ساعات وانت بتتحركي بتتفرجي عليها، اللي هي اللي موجوده فعلا، ما انت لازم تقنعي هنتفرج الناس. على أنيميشن فعلا. ايه او كرتون قصدك؟ ماشي انا موافق. أحسن يا صراحة. بس هجيب دي كده اهي سيف. هعمل انا ايه بقى هنا من جوه؟ وانت ماسكه اللايت هتلاقي في عندك هنا ايه؟ نو ماب، نو ماب وتروح انت واخده الصوره، فانت كده كانك بتقولي له انا عايز الصوره دي تبقى تنور منورة. بالمالتي بلاير بتاعي. خدي بالك؟ برضه خلي بالك احنا بنحتاج ان الشوت بتاعك يبقى درجه الرياليتي بتاعته 100%، درجه واقعيته 100%، فانت بتحاولي تقربي لكل حاجه واقعيه انت عايشاها في حياتك. خدي بالك؟ تعالي بصراحة نقول حضرتك مثلا اخترت بيت ماب. بيت ماب، وهاجي هنا اهو واجي اخد صاحبنا ده كده. حلو؟ وبعد أمال ما الشتاء خلصت بتاعي دكتور ما خدتش منه. اقول لك ايه، بص ادي اللايت وحاجه، اخش هنا دي كانت نو ماب، دي كانت فاضيه اهي، هدوس عليها وهاجي اخد من جوه جنرال نورين بيت ماب. بس، بعد كده اختار الصورة. وبعد كده اروح جاي واخد الصور. خلصت، ثم حضرتك تروح انت ماسكه الحاجه كلها وتروح انت عامله هنا جوه عشان اعمل له روتيت، عشان اتحرك بيه فوق في اي مكان اهي كده ورا، واجي اعمل له حتى هنا كده ادي روتيت اهو، شايفه؟ امدو اشيل الانجل اهي كده، وارجع بيه ورا خالص عشان شايفه؟ وحتى الشجره دي انا مش عايزها. طيب يعني كده انت قصدك هتنور؟ طب نتاكد، معلش. طب هنتاكد ازاي؟ تعالي نشوف لو فين اللايت اللي موجود عندي. اعمل كده ان هايد اول، ادي اللايت اهو، دي الصوره دي ما كان، او الفايل ده ما كانش فيه لايت، ولا ما كناش عاملين فيه لايت؟ لا كنا عاملين له سن بس هي متشاله بس مش عارف ليه. ماشي ولايت للشبابيك وكله. وكنا عاملين ليد وماشي، ايوه صح. هو اختفى عامه بس ماشي. حاجه اعمل هنا كده ريندر، اشوف بس هنا ريندرنج انفايرمنت، اشوف في سما ولا لو في سما هشيلها كمان، وهاجي اقف هنا كده وهاجي اعمل هنا ريندر. مين مصدر الإضاءة الوحيد دلوقتي؟ شاشة تلفزيون. بصي تلفزيون أيوة ده مش تلفزيون، تلفزيون وهو نفسه. تلفزيون ونص كمان. فالمقصود في كل مرحلة من ضمن مراحل التصنيع بتاعتنا أوصل بيها لدرجة الرياليتي. يعني إيه؟ طب أنا معلش مش فاهم، وده الكلام ده حتى العيال بتجيلي في بداية الكورس، قلت لهم أوعى حد يفتكر إن كورس ال 3 دي ماكس أو كورس الفي راي أو حتى الأدفانس الفي راي بيحقق درجة الوقاية في الصورة. فالعيال بتتخض، طب ما احنا جايين ناخد كورس ليه؟ درجه الرياليتي في الصوره دي بتبقى متوقفه في الاول وفي الاخر على الشخص اللي بيعمل ديزاين، بدءا من الموديل، ثم وهو بيحط اللايت، وهو بعد كده بياخد شوت كاميرا، ثم بيحط ماتيريال، ثم بيعمل ريندر. لو العناصر دي اتحققت انت هتطلعي صوره واقعيه بدرجه 100%. يعني انت لو جيتي كروتي مثلا في الموديلنج بتاعك،
وجيتي رحت انت عامله انتريه وواقف مثلا على رجول رجل مثلا عامل زي الكويله مثلا، او حد منكم ديكور؟ لا طيب بلاش، انتوا في حد منكم عماره؟ طيب أنا عمارة. اوكي، لو انت مثلا عامله عواميد مثلا برج والعمود نفسه تخانته 10 سم في 10 سم، ايه رايك؟ 10 سنتي كم؟ 10 10 في 10، ايه رايك؟ مش هيقف أصلا. طب يعني انت عملتي حاجه غير منطقيه صح؟ فاللي انا أيوة اقصده زي ما هو واقعي بره زي ما انت تعملي. طب معلش أيوة انا هاجي مثلا في جوه الريسبشن او جوه الانتيرير بتاعك، انت رايحه تجيبي كشاف ملعب. هو انت لو في شقتك فعليا هتروح تحطي الكشاف ده في الريسبشن وتتفرج عليه ناس؟ مش لا ممكن. فاللي انا اقصده، طب معلش انا مش عارف الواقعيه دي عاملاها ازاي. لو انت اضعف الايمان خالص، روحي افتحي الريسبشن عندك او اي اوضه نوم او الحمام او المطبخ او كده، شوفي الايفكت بتاعه عامل ازاي، شكل اللايت اللي نازل من فوق عامل ازاي، شكل الدره بتاعت المطبخ والايفكت بتاعها وشكل الدهان بتاعه والريفلكشن بتاعتها عامله ازاي. اقفي بس تاملي شويه، خدي بالك؟ طب انا مش موجوده في الشقه بتاعتنا ومسافره مثلا، روحي افتحي بنترست واتفرجي على شكل الايفكت وشكل اللايت. اه الحق، ابص اللايت هنا عامل ازاي والشبكه، طب ابص على الشادو، الله الحق اهي شايفاه؟ الله، طب الحق ده، الشابوه. يبقى انت حتى وانت بتدوري على منطقيه الصوره انت بتقدري تعرفي انهي صوره فيك، انهي صوره مضروبه، انهي صوره مش حقيقيه واقعيه زي الصوره اللي انا طلعتها لك في بدايه اللايت. حد معايا؟ افتحي شكل الصوره وابتدي ان انت تاملي فيها، هل ده منطقي او لا؟ وروحي افتحي زرار الكهرباء عندك في المنطقه كمان انت قاعده وشوفي شكل الايفكت اللايت والريفلكشن، هل ده منطقي وطبيعي او لا؟ انت معايا؟ يعني مثلا حاجه زي طيب. كده، صوره زي دي كده، حد عاملها مثلا؟ هو انا دي واحده بس، انا ما شفتش الاضاءه الصفراء دي، ايه ده؟ يعني انا ما شفتهاش قبل كده. منورة جوه بس أصلا لا مش وده طبيعي خلي بالك، بس مش كده صح؟ أيوة يعني صح. مين فيكم انتوا كبنات وذوقكم انتوا بيبقى احسن من ذوقنا كتير واهتمامكم بالتفاصيل بيبقى اعلى، مين فيكم شاف الاضاءه الصفراء دي؟ ما عادي يعني ممكن اجيب لمبه صفراء، انا عجباني الاصفر. طب ماشي، طب هل انت عاجبك شكل الايفكت ده كده؟ يعني هنا ما فيش اي اضاءه مسحوبه وناعمه هنا تحت؟ لا ولا من فوق حد؟ طب ابص حتى في الريفليكشن، ايه ده؟ ايه شكل اللمبه المختلف ده؟ لا في حاجه غلط، انت حتى نفسيا لو انت حتى نفسك قلت في حاجه غلط يبقى العميل عمره ما هيقتنع. انت فاهمه انا اقصد ايه؟ يا اولاد انتوا معايا ولا فين؟ يعني انا معاك مش مهم ان انتوا تاخدوا الكورس الماكس او حتى الفي ري او اي كورس اي مكان، المهم ان انت لو عايزه الصوره درجه الرياليتي بتاعتها طبيعيه بص على الصور، بص عندك على الكرسي ده، ايه رايك؟ اه ده حلو ممتاز ممتاز كمان صح؟ صح؟ ايه رايك عارفة في اللمعه دي؟ هي اللمعة. عادي يعني، اما انا ممكن اللمعة اكون اوفر محطه شوية. النجفه، ممكن اكون عامل النجفه فوق ومولعه لكل اللمبات اللي فوق. اي ماشي، بس هي اللمبات اللي فوق هتنور هنا وفي اطراف الكرسي، مش هتنور هنا؟ مش هتبقى فيها لسعه هنا شويه؟ طب مش هتخبط في الحيطه شويه بشكل دائري مثلا صح؟ وايه الدواير دي اللي موجوده عندي من جوه؟ انت فاهماني؟ طول ما انت بتبتدي تطلعي انتقادات واقعيه طول ما انت هتكسبي ويبقى الشوط بتاعك تمام. وحد معايا؟ يا دكتور طيب ولا كورس ماكس ولا هو بيري، انت نمره واحد. طيب اللي احنا عملناه دي كده فيها مشكله؟ لا يا دكتور تمام. طيب مين كان عندي سؤال؟ انت كنت هتبعتي لي الفايل بتاعك صح؟ عمال ابعت في عم بعمل دراج للواتس مش بي ممكن يكون حجمه ضخم فانت اعمل له هنا كليك يمين، اعمل له هنا سيف، اعمل له هنا اركايف، اضغطيه بس. الله. اوكي كليك يمين ايه؟ كده ابتدينا نسجل. طيب خلاص اروح جاي هنا كده للريديوس ده اهو، واروح جاي مقلل الريديوس ده كده. واروح جاي هنا كده واروح عامل هنا. حاسس ان في فرق؟ وصلت؟ أوي دكتور بص بقى على حدود الشكل ازاي؟ بالضبط. خلي بالك برضك مع ايه؟ احنا ما حطيناش ماتيريال، ولو حطينا ماتيريال الموضوع هتلاقيه اختلف والايفكت نفسه اختلف ودرجه الريفلكشن اختلفت. ولو انا حبيت اعملها مرايه عشان تعكس لي الناحيه الثانيه زي ما انا قلت لك كده في الشوط اللي هو الاحمر، حضرتك هتروح انت جايه ماسكه دي عشان احنا برضك اعتقد ما سجلناهاش، كانت المشكله عند رواء اعتقد انها ما كانتش مشغله اللي هي الفريسن ريفلكشن. ازاي يا رواء؟ المفروض عشان اعمل مرايه اخلي دي كده هنا لونها اسود اهي، ثم حضرتك هتيجي تخلي الريفلكشن
ريفليكشن. لا ريفليكشن بالال، او انا عشان الخط صغنن بس فانا مش شايفه، فهاجي هنا كده اخلي دي ابيض ايه، وهاجي اشيل اللي هي فريسنل اللي هي. خلي بالك احنا هناخد دي وهي كده وناخد دي، انت عندك ازاز وعندك مرايات فيها درجات الوان مختلفه، وامسك كله دي كده وراح اعمل هنا اساين اهي، واعمل هنا كده ريمبل اهي، ظهرت حاجه؟ ها؟ ما لا ظهرتش؟ هي الناحيه الثانيه في لايت؟ لا لا مفيش مش لايت، أي حاجة يبقى هي هتعمل خالص. يبقى هتظهر ايه؟ معايا؟ الا بقى لو في جزء مثلا هيظهر. اتفقنا؟ يا دكتور، كده كله تمام، مش عايز فيه فتفوته تكون ناقصه. دكتور، هو الشوت بتاع اللي كان فيه مية، كانت تمام. الضوء نزل عليها فعمل ريفليكشن على السقف، عمل صحيح. ريفليكشن ازاي؟ بص هقول لك، الريفلكشن على السقف ده ماتيريال، خدت بالك؟ يعني الصوره نفسها لما ناخد ماتيريال، استنى اظهر لك الصوره اهي. الاول انت بتتكلمي على الايفكت اللي هو بيبقى ظاهر في الحيطه ده. ده لما تاخد ماتيريال وسنه ريفلكشن هتلاقي انعكاسات الميه وارتدادها فوق ارتداد اللايت. معايا؟ بص بعد ما خلصنا المشاكل وحلينا كل مشكله من ضمن المشاكل اللي هي بتاعت الشطات بتاعتكم وحلناها، عايزين بقى نكمل اللي هي بقيه وحدات الاضاءه والاجزاء اللي هي بتاعت الاضاءه. طيب احنا هبتديها بسؤال، لو انت عندك مثلا شط زي ده كده، لو انا حبيت انوره هنوره ازاي؟ ده اكستيريور شط مثلا يا تسلم، هنوره ازاي؟ هو واضح انه تقريبا يبقى المفروض إنارات ظهر. على الواجهة ممكن، وإنارة اللي هي الطبيعية أصلا. تمام، يبقى انا احط لو هو مثلا نايت شوت حبيت ان انا احط له حاجات على الواجهه او اضاءات على الواجهه واعمل له هي صن، وممكن اخليها معتمه تبقى زي القمر مثلا، قرص هو ده القمر كان موجود سؤال وهكذا. تسليم صح؟ ايه؟ تمام، ده كان سؤالك تسنيم؟ مش سامعة ده كان السؤال اللي انت بتساليه؟ سؤال ايه؟ خلاص خلاص ولا حاجة. طيب بص بقى انا هعمل ايه؟ الموضوع ده او المشكله دي اتحلت في البي ري 6، فهم حطوا لي حاجه اسمها كلاود، ده اللي انا حليتها في المحاضره اللي هي قبل اللي فاتت، اللي هي موضوع السماء ساعه اللي هي موضوع الشارك، اللي هي موضوع السماء او السحاب اللي هي موجوده في الباك جراوند لو حد فاكر. في البي ري 5 في عندي حاجه اسمها بي ري اتش دي ار اي، اللي هي الدوم لايت، اللي هي دي. مش فاهم ايه الدوم لايت دي؟ اللي هي اخر نوع في الباكج اللي هي اللي موجوده هنا. الدوم لايت يا اولاد دي شكلها انا بحطها هنا وان كليك، وخلي بالك مش معنى ان انا بحطها هنا في النهايه هتنور الواجهه دي بس، لا دي بتحول لي او بتنور الانفايرمنت كلها. شكلها شكل نص سفير اهي، مش عارف حد شايفها اه ولا لا. ايوه ماشي. طب هو ايه الاختلاف عنها عن البلان لايت او الديسك لايت؟ الاختلاف الوحيد بتاعها ان انت ممكن تحط هنا صوره وتبتدي الصوره دي تتحط في الانفايرمنت. خلي بالك انا بشرحها كحدوته وبعد كده هقول تاني. احط هنا صوره والصوره دي هتنزل عندي في الانفايرمنت عندي من بره، بقدر استمد من الوانها واقدر استمد من اضاءتها الاضاءه اللي هتترمي عندي على الكتل. يعني انا كنا بنستخدم الاتش دي ار اي كصوره اركبها عندي على اللايت ده عشان تديني واقعيه في المشهد. مش فاهم منك حاجه. الدوم لايت عباره عن وحده اضاءه بركب لها صوره اسمها اتش دي ار اي. الاتش دي ار اي دي صوره عاليه الكفاءه، اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي هاي دايناميك رينج ايمج، دي مجموعه صور اهي ودي موجوده في المكتبه اللي انا بعتها لك. مش عارف حد شايفها اه ولا لا. يعني مثلا هروح اجيب صوره، مثلا انا حاطط لكم اتش ار ايز كتير قوي، يعني بص بتوصل حجم اللي هي دي البريفيو بتاعها، حجم الصوره بيوصل كام ميجا ده؟ 90 ميجا. طب هو ايه هي الايفكت بتاعها؟ انا بروح استمد من الوان السماء والاضاءه بتاعتها والشمس عشان تترمي عندي على اصل الكتله من بره من ايه ده؟ يعني انت مش هتروح تستخدم اي نوع من انواع الاضاءه تاني؟ لا، دي كفيله انها تنور المشهد بالكامل، سواء كان فيه شمس سواء كان فيه سماء بس وهكذا. مش فاهمين حاجه. طيب واحده واحده بقى، انا هاجي بس هبعت لكم صورتين اتش دي ار اي حجمهم ضعيف شويه عشان الواتساب. مش هو الفايل نزل ولا لسه؟ بص دولت الصورتين اهم حجمهم ضعيف جدا، يعني دولت التجربه بس كتست، خلاص دولت برضك هتنزلوا الفايل اهو، وادي ملفين الصور ينزلوا بحث. طب انت ما هتعمل ايه؟ وصلتش لي. ده الفايل اهو اللي هو الكاسل، وادي اللي هو صورتين، في واحده السكاي ايه سكاي او دي سكاي، وفي واحده نايت شو نايت سكاي.
طيب حاجه رواق الاول جاست، بس ان انا هاجي ادوس وان كليك، يعني انا هاجي هنا الفيري لاين وهاجي من هنا كده يسار هاخد الدوم لاين وهاجي ادوس وان كليك في اي حته هتشايفها. ايوه طيب بس خلي بالكو العيال ساعات بتنسى ايه؟ بتنسى ان الستاندرد لاين بتاع المالتي بلاير بيكون ضعيف اللي هو رقم واحد، فانا اخليه بس بصفه مبدئيه 30 زيه زي اخوات الباقي اللي هو البلان والديسك وهكذا. حد معايا؟ حد معايا اولاد ولا فين؟ اه يا دكتور تمام. لا ممكن تاني يا دكتور الحتة دي. انا هاجي هنا كده ادي الفيري لايت وهاجي اخد من هنا دوم لايت اهي وهدوس وان كليك، ثم هتيجي المالتي بلاير ده قبل ما تعملي اي حاجه خالص هخليها 30 عشان ما تنسيش. لحد كده في مشكله؟ لا تمام حاجه منين؟ دي اسمها ايه؟ نمر وهتلاقي في عندك هنا من جوه الفي راي، مين فيكم عنده في راي اربعه؟ اللي تقريبا هو كده. الفيري نيكست، كانت ايمان اعتقد صح؟ هتيجي ايمان عندك المفروض احنا في الفيري خمسه او سته هتلاقي في عندك كلمه في راي بيت ماب. انت يا ايمان هتلاقي عندك في حاجه اسمها في النص كده في راي اتش دي ار اي، خلي بالك يا ايمان وانت بتطبقي، هم عشان هم عندهم خمسه فتلاقي في راي بيت ماب خمسه وسته، لكن في راي نيكست هتلاقي في عندك حاجه اسمها في راي اتش دي ار اي. ولو في مشكله عندك ابعتيلي على الواتساب، انا بقول بس عشان ايمان مش موجود. فانا هاجي هنا كده ادي الفي راي بيت ماب اهي، فين الصور اللي انت قلت لنا عليها على الديسك توب؟ تحب نبتدي باللي هو الشوت اللي هو بتاع بالليل ولا الصبح الاول؟ الصبح تعالي ناخد ادي الصور اهي وادي الصورتين اهم اللي هم الضعاف، اللي احنا مش هنعمل عليهم بس كتجربه، بعد كده اجيب لكم صور واوريكم تجيبوا صور ازاي من الانترنت اهي خلاص. فانا هاجي هنا كده من عند كلمه نو ماب واخد بي ري بت ماب واجي اخد اللي هي صوره الصبح اللي هي دي. هي معلش يا تسنيم، هي معتمه شويه. طب ما تيجي هنا في حاجه اسمها اكسبوجر اهي، اقدر ازود درجه الاضاءه بتاعتها، كانت حد شايفها اه ولا لا، واقدر ايوه اخليها معتمه قبل ما اخش واشتغل في اي حاجه خالص. امين. خلاص تعالي كده اهي، اه كده كويسه ماشي حلو، واقول له اوب. الصوره جت؟ جت هي هنا في الباك لازم. جراوند؟ لا اه ليه بقى؟ دي اول خطوه. تاني خطوه هطلع من قائمه ريندرنج، هتلاقي عندك هنا مين؟ اللي كانت بتيجي فيها السكاي، انا مش عايز فيها سكاي، ده انا هاجي اخد اللي هي اللي انت عملتيها من شويه واعملها دراج هنا اهو واخليها هنا انستنت. حد معايا ولا فين؟ من ريندرينج بعدين انفايرمنت. انفايرمنت. خلاص خدت اللي انا عاملها في الدوم لايت وحطيتها هنا دراج، كده فيها مشكله؟ لا رواق. لا تمام. طيب الصوره جت؟ نو. لا هي ظهرت نار مش ساره ما جاتش يا ساره؟ انت مش شايفاها يا ساره؟ مش كمان؟ لا ليه؟ افتح بس لازم اطلع منين؟ فيو والاقي عندي مين؟ باك جراوند واقول له انا عايز مين؟ باك جراوند. شوفي كده جت ولا لا؟ طيب اوكي في سؤال بقى مهم لازم حد يساله، ولا نطنشه؟ هو سؤال مهم قوي كمان على فكره. السايز بتاع قولي صح جدع، السايز والبوزيشن بتاعت انت كده واخده بلس 3، هكتبهم لك دلوقتي حالا بقى. تسليم. بص البوزيشن بتاعتها والروتيشن بتاعتها كمان، يعني ايه؟ مش فاهم يعني منظر السحاب ده، مش عاجبني. خلي بالك هم عالجوا الكلام ده في الفي ري 6، الفي ري 6 حط لك كلاود وبقت اوقع واحلى من الاتش دي ار اي كتير قوي كمان، فانت طالما انت عندك في ري 6 فالموضوع بالنسبه لك محلول ومش هتحتاج الاتش دي ار اي. فانا هاجي هنا كده، طب هعمل ايه؟ هفتح الماتيريال اللي هي دي، هتلاقي فيه كور كتير مش عارف حد شايفهم اه ولا لا. هتروح انت جايه واخده الدون لايت واللي انت خدتيها من شويه في الانفايرمنت هتاخديها كمان مره نسخه اللي هي دي، هتشايفها اللي في ريبت ماب، هاخدها ارميها في اي كور انستنس اه لو سمحت. طب هو انت ليه عملت موضوع الماتيريال ده؟ عشان اقدر اتحكم فيها يمين وشمال كمكان وفي نفس الوقت الروتيشن بتاعتها. يعني ايه الكلام ده؟ لما انا جيت خدتها هنا تسنيم اهي، هي كده بقت سفيريكال، بقت عامله زي غطا الحله بتغطي المساحه كلها، بس انا عايز هنا في الهوريزونتال روتيشن اتحرك بالسحاب ده كده يمين او شمال شويه، مش عارف حد شايفه اه ولا لا. بس طبعا الفيرتيكال بلاش عشان خط الارض، انا ممكن اتحرك طبعا فوق وتحت، بس انت خط الارض بيبوظ، حد شايف؟
فده دايما اللي هو الفيرتيكال ده خليه زيرو. مم. عايز اروح ازود اللي هي درجه الاضاءه بتاعتها ممكن ازودها، الاوفر اول ملتي بلاير هنا ممكن ازودها، بس خلينا كده في وضع الريندر واروح اعمل ريندر هنا. برضه يا دكتور هي ساكتة أوي. ليه؟ شوف كده هي معتمه شويه. اه بس خدي بالك دايما احنا بننسى نظبط الجاما، يعني حركه تيجي كده على ريندر سيت اب واجي اقول له كلر مابنج ادي في ري، واجي هنا ايمان انا عارف مش موجوده، واجي اقول له هنا اه لا دي مظبوطه اهي، لا مش مظبوطه هتشايف، لا كلر ودي ده انس. اه ودي دايما الناس بتنساها. واجي اعمل هنا ريندر اشوف كده الصوره بقت احسن شويه او افتح اه ولا لا، افتح. بس حد سي لاحظ ان الدومز اللي هي اللي موجوده دي خد يعني جزئيه من اللون اللبن اللي فوق. لا مش لا لا اللبن. مش اه هنقول كده وكده مثلا انا مش حاسسها يعني اللي هو لون السماء ان هو ما تطبعش. تعالي ناخد مثلا دي ريجيون مثلا حته كده صغيره يعني. ستوب وبص عليها كده دي الدوم بس اللي هي دي. ايه النقرشه دي؟ حد عارف النقرشه دي من ايه؟ اللي هيقولها دي لبونص دراكتور. قرشة ايه اللي هي على البتاع يس اللي هي سب ديفيجن نايس دي نايس من البوكيت؟ ايوه بص كده بص الصوره هتبقى افضل ازاي، مش تبقى فيها النقرشه دي. بصي بقت سموس عن اللي فاتت شويه ازاي. فا شايفة أي فرق؟ مش فرق. بعد كده اهي هشيل هنا الاثنين وهمسك اخر اثنين واعملهم هنا كده. هو في المربعات البكسل بتاعها. عشان الباكت هي ما كانش ولا واخد بروجريسيف ولا كان واخد باكت. شايف انت شايف الفرق يسار او لا؟ شوف خلاص هشيل دي كده. انت بتقولي دلوقتي ان هو خد من الوان السماء احنا الاتش جي ار اي او الدوم لايت اللي بربطها بصوره لايه اتش جي ار اي يا ايمان او يا عمار، اللي هو بروح اخد صوره اربطها بالدوم لايت عشان تديني الايفكت بتاع الالوان والاضاءات تترمي عندي على الاصل الكتل من بره فتديني رياليتي في الصوره. اي ماشي بس هي الصوره وحشه انا معاك، وفي نفس الوقت يا عمار انت عندك الاضاءه ضعيفه مش برضك مش عجباني، احنا بنجرب بالصور اللي هي تيست. تعالى ناخد الصوره الثانيه اللي هي بتاعه النايت شوت، وهروح اجيب لكم صور هاي كواليتي ونجرب تاني بقى. ايه الخطوات تاني لو حد فاكر؟ ادي الدوم لايت انا كريتها اهي، اول حاجه هعملها هنا ايه؟ هنغير مجرة 30 ايوه ثم لاب مش واخد ماتيريالز بيت مان بري بيت لا مان نو مش الماتيريال، انا باجي هنا من كلمه نان اللي موجوده هنا اللي هي دي، no map map واخد من جوه في راي يعني من جوه مابس في راي في راي بري بيت ماب. وخلي بالك يا ايمان انت عندك في راي اتش دي ار اي نفس اللفظ كده اسمه في راي اتش دي ار اي حاجه كده اهي في راي بيت ماب، وراح جاي واخد اللي هي تمام النايت شوت اللي هي دي شايفاه. طيب ثم أدخل على الماتيريال لا ريندرينج انفايرمنت وراح واخد دي كده دراج وراح حاططها هنا اهو وقوله نست. طب ما جاتش هنا اهو كنا بنعمل ايه لو ما جاتش؟ فيوز فيوبورت باك جراوند انت فاكر انفايرمنت باك جراوند، وهبعتها لكم برنت سكرين عشان ما تنسوش. عشان ما كتبتش خطوات فناسيها. لا معلش ان شاء الله نقولها 1000 مليون مره حتى خلاص. طيب ايه تاني لو انا عايز اغير البوزيشن نفسها؟ هفتح الماتيريال اللي هي اول واحده اللي هي دي، وهاجي اخد اي فوق هاخد دي هندرجها كده برضه هناك اه دراج. طب انا استفدت ايه من هنا؟ اصبر عليها هي جايه هنا سفيريكال، انا عايز اللي هي قرص الشمس ده اشوفه هنا قدامي. خلاص تعالي هنا كده في الهوريزونتال روتيشن اهي ايوه هتشايف. أوي. طيب تعالي بقى نعمل ريندر نشوف هل هي بقى في فرق اصلا في الالوان والكلام ده اه ولا لا، ايه رايك؟ يبقى معنى كده ان انت عندك الدوم لايت هي عباره عن وحده اضاءه بستخدمها عشان اربطها بصوره اتش دي ار اي اللي هي صوره عاليه الكفاءه او بتبقى متخزن جواها داتا بيز للالوان والاضاءات، بتترمي عندي على اي كتله خارجيه ايه بتعمل دي بدل بتالي الصالون ولا مش وكده ولا ايه؟ ليه؟ ملهاش علاقه بالمش ولا اي حاجه.
دي كده وصلت؟ اه تمام. طيب الصور بتاعتنا دي يا سارة تعبانة قوي، هل ينفع؟ أنا ما عرفتش أجيب المكتبة بتاعتي، طب هل ينفع أجيبها من الإنترنت؟ أنت مثلا بره في السعودية مثلا التصميم، طب أعمل إيه؟ هتلاقي في ويب سايت اسمها بولي هيفن، اللي هي شوف هي ما جاتش ليه؟ أهي دي الويب سايت، وبرضك هاخدها ابعتها لك على الواتساب عشان ايمان وعمار، خدها كده وابعتها على الواتساب. مالها دي بقى؟ فيها مودلز وفيها اتش ار ايز وفيها حاجه، ادي هنا الاتش ار ايز وفي بيكتشرز كمان لما نيجي ناخد ماتيريال، وادي المودلز بتاعتها. هخش على اتش ار ايز بتاعتها، الصور كلها فري وفي نفس الوقت ما بتتعبكيش وقت النزول، وبعد كده بيعمل بريفيو او شكل الايه الانفايرمنت وهي موجوده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هاجي اقول له والله مثلا تسنيم عايزه حاجه سكايز وعايزه حاجه ناتشرال مثلا، والكواليتي بتاعتها او طب انا عايزاها لايت، طب انا عايزاها كلاودي مثلا، عايزه فيها سما، وتخش من جوه تتفرج، عايزه فيها قرص شمس تتفرجي وتشوفي مثلا اي واحده فيها قرص شمس ممكن تستخدميها. يعني تعالي مثلا ناخد حاجه فيها سحاب وفيها شمس، دي سحاب صافي صافي، لا مش عايزاها، يعني دي ممكن دي شويه بس القرص الشمس مش، وتقعدي تتفرجي قدام عينك. طب احنا ممكن ناخد دي، شايفه؟ ماشي. ايوه ده هو ده، وعامله هنا داونلود اتش ار اي، حجمها كام؟ وداونلود بدون اي مشاكل ولا ريجستريشن ولا اي حاجه خالص. يعني هي اهي اهي، خلي بالك حجم الصور اللي هي اللي احنا كنا بنجرب بيها دي تعبانه جدا، يعني دي كان حجمها مش عارف ميجا وشويه، يعني اللي احنا كنا بنجرب عليها خلاص. فانا هاخد دي، وتعالي بقى نمشي نفس الخطوات، يلا يعني واحده واحده، ادي دون لايت، ها واللي مانيه بقى خطوه بخطوه. انا هنغير الماب دي. نو ماب. خلي بالك كمان انا ممكن احدد التارجت بتاعها يبقى كام متر، يعني هي ممكن تغطي اي مساحه، حدودها فين؟ التارجت بتاع دون لايت. طبعا. نفس. يعني هي حدودها توصل لحد حاجه، اخد من هنا المالتي بلاير 30 ثم تبقى نو ماب دي كلير. كده، دي كده نو ماب. انا بعمل لها نو ماب عشان اوريكم نو ماب، واخد بريب بت الدنيا ماب. بريبت ماب نحط مكانها، ندرجها. صوره كويسه اهي، ونشوف الاكسبوجر كويس او هو يا دوبك الزيرو ده كان تقريبا تمام، هتشايفها ده كده الستاندرد بتاعها. تمام. ماشي ماشي اوكي. طب دي اول خطوه، ثم استنى انا عايز اعمل حركه بس الاول، هاخد دي كده برين سكرين عشان ايمان وعمار، هاجي هنا كده وهاجي ودي هعمل، يبقى دي كده نمره واحد خلاص. هاجي تاني اهي. طب الخطوه الثانيه views ان render environment. environment، هروح واخد دي كده انا دراج دخلتها اهي صورة، دخلتها انستنس instance. ماشي. بس خدي بالك هي مش ظاهره هنا ده كده وكده، يعني هعمل ايه؟ views هقف هنا الاول واطلع من فيوز، ثم view background ايه environment background. انا خدتها برين سكرين ما احنا ادي هنا، خدناه. خدناها قبل كده. طيب جت هنا اهو. بس الشمس مش باينه، طب هطلع هعمل ايه؟ خش الماتيريال وامسك الدوم لايت، وخلي بالك الدوم لايت دي على الارض، هاخد دي كده وادراجت فين؟ في اي كوره الناس جت اهي، اروح جاي هنا اتاكد دي سفيريكال، واتحرك بقى البوزيشن بتاعتها، شايفه؟ ادي الشمس يا سيدي، هتشايفها؟ واعمل بصفه مبدئيه ريندر، واشيل بقى الريجن ده اهو واستوب. وخلي بالك احنا كنا معلمين الجاما قوي، واحنا اتفقنا ان الجاما كل ما تزيد كل ما الصوره الضبابيه بتاعتها هتزيد، هتفتح بس هتبقى مضبط حاجه كده هنا اهي، ورا جاي قايل له لو سمحت خليها لي دي كده مثلا 1.3 مثلا، ايه ده؟ احنا ما حطيناش سان لايت، حد واخد باله؟ يا اولاد
ايوه ما حطيناش، بس هي عامله الظل بتاعها. بتاع مين؟ اللي جاي من قرص مين؟ يعني انت لو ما جبتيش صوره فيها شمس الكلام ده مش هيظهر. ايوه يعني انا كده ما حطيتش اي وحده اضاءه خالص غير الدوم لايت. وصلت؟ وصلت؟ ايوه تمام. تعالى يا بلما ترندر اهي، ادي هنا الكولي هيفن اهي باك، وتختاري بقى على حسب ايه ما انت حابه، عايزه شكلها تكون فيها سحاب وفيها قرص شمس، يعني اقصد اختياراتك تبقى على حسب احساسك انت بالمشهد، وعايزاه الساعه كام، وعايزه شكله يبقى طالع عامل ازاي، ومنظر السحاب فيها عامل ازاي. طبعا هما في الفيرجن اللي هي بتاعت 6 قال لك هو لسه الطالب هياخد دوم لايت، ثم هيجي بعد كده يحطها في انفايرمنت، ده ايه الغلبه دي؟ وبعد كده يحطها في الماتيريال يظبط الكلام ده. طب ما نعمل له حاجه اسمها كلاود، الكلاود دي في السان لايت يا دوبك يحط، مش عايز سحاب خلاص ما يحطش التك على العلامه الصح. انت بتحزني عايز سحاب يا دكتور عشان امسحه؟ نعرف فندم؟ بتحزني عشان همسحه؟ لا ده انا بقول لك الفرق ما بينهم، عشان وممكن ما تطلعش المشكله عندك كده، خد بالك ممكن تطلع موضوع تاني مختلف خالص، بس وهنشوف برضه. هنا وصلت؟ مثلا ممكن يدي ألوان مختلفة لما والو... نحط والوان الكلاود مختلفه في طبعا. الري، اه طبعا هيبقى طبعا لون واحد تقريبا. دي كده وصلت؟ اه تمام كده. سهله ولا فيها مشكله؟ لا تمام. مين يعرف يعملها؟ حلو. طب اعمل ايه بعد؟ يعني انا محتاج مناقشه اهم كمان من ان احنا نشتغل وظيفيا الكلام ده. لو انت عندك سبوت لايت دي، ايه هي العناصر اللي انت محتاجاها عشان تخليه درجه واقعيته 100%؟ يلا واحد. very light when اه ديسك بس اه بس استني، هو انت لما بنشتريه من عند الراجل الكهربائي بيبقى شكله كده؟ هعمل انجروب وبعدين امسك الجزء اللي جوه ده لازم اديله ماتيريال. ماتيريال. بصي يعني حتى وحده الاضاءه اللي انت بتستخدميها لازم تشتغليها صح. لو الكور جت عندك كده عاملاها هنا كده ريسيت يا امان يا عمار، عشان هتلاقيها ملونه. لو انا احنا اوكي ما خدناش كور، ما خدناش ماتيريال، فانت هتختاري اي سلوت وتيجي تاخدي هنا اي ماتيريال من الماتيريال الجاهزه واعملها هنا اسايد. يبقى اول خطوه في سبيل الواقعيه ان انت تروح تدي ماتيريال او تدي هنا واقعيه الصوره زي اللي انت بتشوفيه، واقعيه اليونت زي ما انت بتشوفيه. طب جبنا الكلام ده من عند الكهربائي وحطيناه، ايه الخطوه الثانيه اللي انت بتعمليها؟ منطقيا برضه انورها الكهرباء اللي الكهرباء احط الصراحة لها اللمبه. انت مرة بتشوفي شكل السبوت هو عباره عن شكل دائري منور زي اي سبوت موجود عندكم، ممكن تقوموا تشوفوه الوقت. لو انا جيت هنا كده ادي الفيري لايت، وزي ما انت قلت يا تسنيم كده حاجه ياخد من هنا الديسك لايت، وحضرتك هتيجي تحطيه هنا اللي هو شكل دائري شكل سيركل كده، مش عارف هتشوفه اول لا. اوكي تمام، اتاكد بس ان هو متظبط يا صح دكتور. اهو كده. طب هو فين؟ ده موجود على الارض، اطلع بيه كده، اطلع بيه ابيته في مكان بقى. ما يبقاش على الشكل من بره، بيبقى من جوه. اها شايفها؟ تعالي بقى كده نعمل ريندر، نتاكد بس من خلاص خطوات الريندر. ريندر سيت اب اوكي. واجي هنا في ري، هخلي هنا كده دي باكت اهي، ودي نقللها نخليها 4. وخلي بالك واحنا بنفتري واحنا بنقلل ايه السيتنجز عشان الدنيا ما تبقاش ايه بطيئه. اجي اخلي دي كده هنا 200 اهي، واجي اعمل هنا ريندر كده واتفرج. وبرضك لما تيجي تبص هل انت مقتنع ان هو زي الاصل اللي موجود عندك في البيت؟ تعال نعمل هنا كده سيلكت اهي، هي مش مستاهله. شوفي كده هو ده؟ نوره مش باين خالص. لا هو باين، بس لا انت قصدك ان شكل الهلال او شكل ايوه الافكت على الحيطه ده اللي مش باين، ايوه بالظبط. وده النوع الاخير اللي موجود عندنا هنا في اللايت اللي هو اسمه اي اي اس لايت. ايه الاي اس لايت؟ عباره عن مجموعه ملفات بتتربط او بيتعمل لها لينك باللايت اللي انت عملتيه، خدت بالك؟ ثم بتديك الشكل اللي انت عايزاه. مش فاهم حاجه، حاول. ايه اللي هي الاي اس؟ دي عباره عن مجموعه لايتس اهي. فين اللايتس اللي موجوده؟ لوحدها من بره خالص اهي جنب الكلمه فيري لايت، اسمها ايه؟ في اي اس في في ري ري اي اي اس. اس. طب انا ماشي مالها دي؟ انا هاجي اروح اكريت واحده اهي، فين هي؟ اهي يعني حاجه كريتها بره كده.
شايفها؟ هدوس واسحب. ايه في ايه ده؟ ده لايت عادي يعني، ليه سورس وليه تارجت. ده السورس اللي هو مكان الاضاءه ما هي طالعه، وتارجت مكان ما انت هتركز الاضاءه. ماشي، ماله ده؟ ده بقى انا هاخده احطه فين؟ هنشيل بس الشمس دي من بره، في ال هبيته مكانه اهو، object شايفه؟ لسه ما دخلش على الخصائص بتاعته اهي. اه هنزل بيه تحت كده شويه. ماله ده بقى؟ كل وظيفته في الحياه ان انت تربطيه ما بينه وما بين شكل. الشكل ده انت بتختاريه. مش فاهم يعني ايه بختاره. في حاجه في المكتبه اللي انا بعتها لكم، حاجه اسمها نايس اي اس، احسن 30 واحده او احسن 30 شكل، والملفات بتاعتهم موجوده. اختاروا منهم كده واحده، اي رقم، 80 8 ده هو ده مثلا. 8 ده هو عباره عن ملف وليه رقم اهو، انا مديه لكم برده في المكتبه. وخلي بالك انا في المكتبه مديك 64000 وشويه شكل. حد سامعني؟ ايوه اه، ما اكيد مش المشكلة هتستخدمي مش عارفة 64. ننزل كلهم امتى. طبعا النت هنا مستحيل. لا هنا صعب. لا اه بص فين هي اهي. هو دي يا دكتور الحاجات اللي احنا اوريدي نزلناها، اه هي دي اللي انا بعتها لكم على على الجروب، اللي هي الدرايف. هي مش محتاجة مجهود يا تسنيم، مش محتاجة نت عالي كمان، النت عندي عادي. طب ولا انت اصلا ما فيش واي سخنتي لي فاي او حاجة؟ هو ال عندك؟ لا الواي فاي مش عندي، مش قد كده اي، دلوقتي. ما هي بتتكلم على الواي فاي، بتتكلم مش على، مش عامه، هي بتتكلم على جزء. خدي بالك. فين ادي نايس اي اس اهي. صارت دي معايا فوائد ايوه اهي. طب انا هعمل ايه؟ انت اخترتي يا ساره رقم 8، فانا هاجي لللايت اللي انا كريت، ثم اجي اخش من موديفاي. عايزه تشغليه اه ولا؟ دي الاوبشنز العاديه. عايزه له مثلا يكون ليه شيد اه ولا لا؟ عايزه التارجت بتاعه اه ولا لا؟ دي الاي اس اللي انا اللي هنركب فيها الفايل. عايز تعملي روتيشن بزاويه معينه اه او لا؟ هاجي هنا عند كلمه نان، وتعالي نختار اللي هو رقم 8 اللي قالت عليه الحاجه ساره. مش ده اللي انت قلت عليه يا ساره؟ اوكي. طب معلش هو لونه ايه؟ معرفش. طب قوته ايه؟ معرفش. انزلي تحت كده في الاي اس لايت اهي، ادي اللون اهو، وادي القوه بتاعته. ده تمبلت اللي هو رقم 8 ده قوته. ممكن انت تجربي وتزودي وتنقصي على حسب ما انت عايز. تعالي نعمل رمي. ياه ده قوي قوي. انزل اهو واعمل رمي. شايف؟ يبقى المقصود كده العناصر بتاعتك اكتملت. اليونت الاضاءه واخده ماتيريال، اللمبه نفسها ومنوره، والافكت اللي موجود على الحيط. طبعا عايزه اطلعيه، عايزه تنزلها، شايفه؟ ايوه عايز اسحبه من مكانه وابتدي ان انا اوجهه فوق شويه اكتر، مفيش مانع. كنسل، اطلع بيه كده اهو. اللي حصل ده هايس، عادي جدا. هتاخد التارجت من مكانه عادي جدا اهو، وبيته في مكانه. خلي بالك انا اقدر اوجهه على الحيطه كمان، اخلي ليه زاويه. روتيت يعني. اه مش روتيت، انا ممكن روتيت بالدرجه، وممكن بايديا حركه تارجت اوجهه على الحيطه. شايفه؟ وصلت؟ طيب انا اهم من كل الكلام ده كله ازاي اختار حاجه تكون واقعيه. تاني يعني انا لما باجي ابص عندي على اي صوره من ضمن الصور، مش المهم ان انا اعمل الصوره بقدر ما مهم ان انا ابقى حاطط اللايت والافكت بتاعه واقعي وانا شايفه منطقي. مش مهم ان انا انور وخلاص. يعني انت هنا عملنا ايه؟ حطينا اليونت الاضاءه، يونت الاضاءه اديت لها ماتيريال، ثم جيت نورتها زي ما هو موجود في الواقع، ثم رحت عملت الافكت. وصلت؟ يا دكتور وصلت؟ اي بس طيب في حد كده عنده سؤال؟ في حد عنده ملحوظة أو استفسار أو معلومة؟ انا عندي لاب أسجلهولي كمان أهو، بس أدي الشكل أهو، وهاجي هنا كده أدي الكاميرا.
كنترول سي ثم سي ثم نشوف سي فريم. تمام، ثم هاجي هنا كده ادي الصن دي ري كده من بعيد. احنا ليه بنعيد الشوط ده تاني؟ ان كان في مشكله عند ساره، وبرضك ممكن اي حد منكم اللي بيسمع ان هو ايه كان واقع فيها، ان كل ما تيجي تعمل ريندر هو الشوط نفسه بيطلع جراي زي ما انت شفته من شويه قبل التسجيل. خلاص، فانا رحت غيرت لها الدرايفر اللي هو بتاع كارت الشاشه، الدرايفر من جوه الماكس حاجه كده، واروح جاي يا رافع دي دكتور كده. يعني احنا غيرنا حاجة أصلا؟ طبعا، ما انت فاكر انا بشتغل ليه؟ افتكرت ان هو ما شاء الله لوحده كده. عفريت. أيوة يا دكتور والله، هو النهاردة ما كسفنيش، لكن كل مرة بيكسفني، ما بيطلعش معايا وبيطلع مع حضرتك. ايه طب ما اهو تعالى هنا كده رندر، قولي لي بس الماتيريال اللي هي بتاعت المايه فين. انا هقول لك كمان منين، يعني انا كنت بطلع هنا من كاستمايز عشان برضك لو عشان تبقى المعلومه كامله، عشان ايمان وعمار اهي من جوه بريفرنس زي، وجيت الفيو هنا من جوه بورت، فيو بورت، وجيت انا غيرت درايفر اللي هو هنا بقى ازاي تشوز درايفر، واخدت اي واحد فيما يتناسب مع ايه، مع الماكس مع كاتش. طب واحنا عرفنا منين السوفت وير لا لا لا، ده بالتجربة مش أكتر. عادي يعني؟ طيب قولي كده، قولي كده معلش يا سارة، فين ايوه الفايل؟ بعدين. اوبن ماتيريال لايبرري اهي. لا لا دكتور، هي موجودة اوريدي عندي جوه اصلا، هي هنا يعني حضرتك. مفيش. هنا لا ده الفايل اللي انا بعته لكم، مش انت نزلتيه؟ ايوه، ما هو انا مستخدمة مية هنا. طب قولي لي، قولي لي فين تاني؟ طيب ديسكتوب، ديس باك، لا هي اللي هي الكمبيوتر عادي. بعد كده الاي لايف ماكس. حاسك بتشخطي يا ساره. ماشي، ليك اسامي زياده ما اقدرش شهاده. ماشي، اني واحد ماكس بعدين ورا. انا بفكك بس، انا عارف انا بفكك بس عشان دايما يبقى صبرك طويل، نفسك طويل، الموضوع اسهل. والماكس ده عباره عن حاجه تافهه جدا انت بتملكيها، مش طبعا هي اللي طبعا بتقول طبعا. طب تصدق بقى هلغيها وارجعوا لي كما كان؟ طلع. ده ممكن بقى نجرب الشطات الصعبة، لا أجرب انا شطة. عايز، انا لا انا عايز اسمع صوتك طيب. أوكي، طلع ولا ما طلعش يا ما هو تسنيم؟ طلع بس الله أعلم طلع ولا عشان هو ده ما كانش طالع هو طلع. كمان. ايوه، هو ده احنا لسه دلوقتي عاملينه أصلا صح؟ وكان طالع جراي، ما كانش راضي ترندر اهو. وصلت؟ والله انت تستاهل تسكت. ايوه، هي تستاهل بصراحه. يلا هاتي بقى تاسك، افتحي انت بقى التاسك بقى بتاعك. يلا، لو ما كانش شغال لوحدي ولا بس كانت اه لوحدك انت. دكتور؟ دكتور ايوه، فينو صوت بيقطع عندي. الصوت يا جماعه؟ الصوت هنا بيقطع يا جماعه. لا والله تمام. انت عايزه تزوغي هو يعني؟ صوتكم كله مشكلة عندي أنا. تمام فايل اوبن. افتح فايل من يعني فايل من الفايلات اللي هي البايظه يا صاحبي. ايوه افتحها من اوبن. فايل اوبن اهو. هو ده؟ ثاني بقى، سيبهولي بقى. احنا عالجنا اللي فيه وعملنا سيف صح؟ لا إله إلا الله. تسليم تستاهل التاسك ولا ما تستاهلش يا تسليم؟ لا لا
بالثلاثة. طيب ثلاثة، يبقى كده 3 تاسكات للصبح. بس دي هقتلك فيها. طيب انت كده، في حد منكم اولاد عنده اساينمنت ناقص ولا حاجه، او حاجه ما اتعدلتش، او حاجه ما ظبطتش؟ لا يا دكتور كده تمام. هم لا تمام تقريبا ان شاء الله. لا يعني طيب،